السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بفضاء النشاط العلمي المستوى الرابع. ستجدون في هذا الفيديو الحصة الأولى من الدرس الثاني من الوحدة الخامسة. هذه الحصة موجودة في صفحة 68 من الكتاب المدرسي. الحصة بعنوان الحيوانات تحافظ على نوعها. الهدف من هذه الحصة أن يصنف التلميذ الاستراتيجيات التي تزيد من عدد الذرية. إذا نبدأ كالعادة بوضعية الانطلاق، يعني أي الملاحظة والتساؤل. إذا استراتيجيات، أولا ماذا نقصد باستراتيجيات مادام أن هذا المفهوم ورد في الهدف؟ هي مجموعة من الإجراءات يعمد إليها الفرد لتحقيق أهدافه. هي التقنيات والإجراءات اللي يعتمدها كل فرد باش يحقق الأهداف دياله. إذا نقرأ وضعية الانطلاق. في مشهد من برنامج وثائقي عالم الحيوانات، شوهد ثور إفريقي تطارده جماعة من بنات آوى، تريد تنحيته عن صغيره لتظفر به، لكنه ظل يواجه تلك الحيوانات ولم يترك لها سبيل للانفراد بصغيره، معرضا نفسه للمخاطر. استفز سلوك هذا الثور رغبة ليلى في معرفة سبب تعريض نفسه إلى التهلكة. إذن الثور يحاول من خلال تصرفه هذا أن يحمي صغيره، إذن أن يوفر الأمن والحماية للصغير، وهذه إحدى الخاصيات التي يمتاز بها الآباء في اتجاه أبنائهم. يعني هذا توفير الحماية أو توفير الأمن للأبناء يدخل في ضمن الإجراءات والاستراتيجيات التي يعتمدها الآباء في رعاية صغارهم. إذن سؤال تقصي اللي يمكننا نطرحه في هذه الحالة، كيف تحافظ الحيوانات على بقاء نوعها؟ إذا هذاك الصغير هو الذي يضمن بقاء ذاك النوع، وبالتالي خصنا نحافظوا على الحياة ديالو، يبقى على قيد الحياة لكي يتوالد من جديد. كيف تحافظ الحيوانات على بقاء نوعها؟ إذا هذا هو سؤال التقصي الفردي اللي نقدروا نطرحه هنا، ربما بالتكاثر، أي عن طريق التوالد، عن طريق التكاثر، وكذلك يعني بالرعاية الصغار اللي كتدخل في هذه الرعاية، التغذية، الاهتمام، تعليم التقنيات الضرورية يعني في الحياة، كل شيء هذه يعني ربما بالتكاثر أو التوالد. للتحقق من هذه الفرضية سننجز الأنشطة الموالية. الحيوانات التي تضع ذرية بالعشرات لا تهتم بها في العادة، أما الحيوانات التي تضع عددا أقل فغالبا ما تساعد صغارها خلال الأيام الأولى من حياتها، حيث يقوم الوالدان بتغذية الصغار وتعليمها التقنيات الضرورية للبقاء. نلاحظ الصورة رقم واحد أن مشهد هنا لسلاحف صغار، يعني السلحفاة تقوم بوضع البيض وكتمشي كتخليه كتردمو بالرملة وكتخليه، يعني هنا راه فقس البيض وخارج. هنا عندنا لبوءة رفقة صغارها، وهنا الدجاج رفقة صغارها. النص عطانا جوج الانواع، قال كاينين حيوانات تلد بالعشرات، مثال ديال هنايا سلاحف بالعشرات. هاد السلاحف لا تهتم بها في العاده، اذا ما كتهتمش، كتولد وكتخليها تعتمد على راسها، تغذي راسها، يعني توفر الامن لراسها. اما في المقابل هناك حيوانات تضع عددا اقل، كاين حيوانات اللي كتوضع عدد محدد. هاد الحيوانات داك تساعد صغارها خلال الايام الاولى، في ديك الايام الاولى اللي كيكون الصغير يلاه يعني ليس له القوى ليدافع عن نفسه ويوفر الغذاء لنفسه، يعني الحيوانات الام والاب هما اللذين يسهران، يعني الوالدين يسهران على تغذيه الصغار وتعليمهم التقنيات الضروريه للبقاء، يعني التقنيات الضروريه، التقنيات كيفاش يلقاو الغذاء ديالهم بوحدهم، كيفاش يحميو راسهم، كيفاش. اذا نجيب عن الاسئله. يتحدث النص عن صنفين من الحيوانات، احدد هذين الصنفين. اذا النص كيهضر على جوج الاصناف، شنو هما؟ هالصنف الاول حيوانات تضع ذريه بالعشرات، وعندنا حيوانات التي تضع عددا اقل، هما اللي غادي نصنفو هنا. اذا الصنف الاول حيوانات تضع ذريه بالعشرات، الصنف الثاني حيوانات تضع ذريه اقل، ستكون هنا عندنا اقل من حيث العدد. اذا هما الصنفين، حيوانات تضع ذريه بالعشرات، والصنف الثاني حيوانات تضع ذريه اقل من حيث العدد.
نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، أذكر خاصيات كل صنف. إذا الخاصية المميزة للصنف الأول، الحيوانات التي تضع ذرية بالعشرات، أهم خاصية فيها لا يهتم هذا الصنف لا يهتم برعاية صغاره، لا يهتم بها. الصنف الثاني اللي كيوضع عدد أقل فهو يرعى الصغار. يعني ما معنى يرعى الصغار؟ يعني كيوفر لهم التغذية، الاهتمام، كيعلمهم التقنيات الضرورية للبقاء على قيد الحياة. سؤال رقم ثلاثة، أذكر أساليب أخرى لم يذكرها النص تعتمدها الحيوانات في رعاية صغارها لإبقائها على قيد الحياة. مثلا حضانة البيض، إطعام الفراخ، الحماية. هما ثلاثة ديال الخاصيات أو الأساليب أخرى: حضانة البيض، إطعام الفراخ، والحماية. نمر إلى الملخص، بسيط جدا. أبني خلاصة لدرسي باستعمال الكلمات التالية: بقاء نوعها، رعاية، التكاثر. تحافظ الحيوانات على بقاء نوعها بالتكاثر ورعاية صغارها. نعيد قراءة الملخص: تحافظ الحيوانات على بقاء نوعها بالتكاثر ورعاية صغارها. نمر إلى السفنة، أضع علامة أمام الجمل الصحيحة: الطيور تطعم فراخها، صحيح. إذا نضع علامة: السلاحف ترعى صغارها، لا، السلاحف تلد بالعشرات فلا ترعى صغارها. الكلاب ترضع جراءها، صحيح. الطيور لا تحضن بيضها، خطأ، بل الطيور تحضن. إذا كان كانت هذه لا ما كاينش يكون صحيح، لكن دابا لا تحضن بيضها، خطأ. الضفادع لا ترعى شراغفها، خطأ. الضفادع لا ترعى صحيح تهيدا، لأن الضفادع تلد بالعشرات، يعني البيض كتخليه. إذا هذا صحيح، عندنا ثلاثة الإجابات صحيحة هنا. بالنسبة لهنا، جيكخي فغي أوفو، لا بول كوفر سي بوس، تحضنهم، نعم صحيح. لا بول أليت سي بوس، ترضع صغارها، لا، خطأ، فو. لا بغوبي أبوندون سون بوتي، سي فو. لو بروبي أليت سون بوتي، صحيح، فغي. هادو الثدييات ترعى صغارها، نعم صحيح. إذا هذا هو الجواب على استثمار.